شيخ بدر الدين الحسني ذكروا عنه بأنه مرة رأى، كان ماشي في الطريق هو أو شيخ آخر، والله رأى رجلا مخمورا، أو شيخ عبد القادر الجيلاني، رأى رجلا مخمورا وقد ثمل من يعني مما هو فيه، فمشي تجاوز الشيخ عبد القادر هو وطلابه، وإذ بهذا المخمور بينادي على الشيخ ويقول له يا شيخ عبد القادر، فبيوقف الشيخ التفت عليه بيقول له الله قادر لما مو قادر، بيقول له لا قادر، رد بيمشي الشيخ رد بينادي عليه، لا مرة ثانية بيقول له يا عبد القادر، ما بيقول له يا شيخ، التفت عليه بيقول له نعم، بيقول له الله قادر لما مو قادر، قال له بلا قادر، رد مرة ثالثة الله قادر أو مو قادر، قام الشيخ صار يبكي وقال له لا قادر. فالطلاب استغربوا، شو ليش الشيخ عم يجاوب واحد هيك اصلا مو بعقله يعني، وبعدين ليش الشيخ يبكي؟ قالوا له سيدنا شبك يعني شو اللي صار؟ قال له والله يا ابني لما عم بيقول لي اول شيء يا شيخ عبد القادر الله قادر لما مو قادر، وقع في خاطري انه الله قادر يطالعني من هذا الذي انا فيه ويتوب علي، قلت له ايه الله قادر، الله بيطالعك. هلا بالمرة الثالثة وقع في خاطري انه عم بيقول لي يا عبد القادر الله قادر يحطك مكاني ويحطني مكانك، فأنا بكيت. والحقيقة يا اخوان انت بفضل الله، بفضل الله الله سلك بك درب الصالح، ولا انك ذكي ولا لانك فهيم ولا لانه يعني عندك كثير اعمال خيرة، فضل من الله عز وجل، لذلك لا تتكبر ولا على عبد من عباد الله تعالى مهما كان مقصرا. وبيقولوا انه الشيخ بدر الدين الحسني بالشام كان في دار للبغاء من زمان، الحمد لله ازالها الله، يروحوا عليها البنات بالاجره يلي بيفعلوا الفاحشه. فبيقولوا انه الشيخ بدر الدين الحسني كان قبل العيد يبعث ليرات ذهبيه للبنات اللي بدار البغاء مع طالبه من طالباته انه روحي اعطيهم اياهم وقولي لهم انه الشيخ بدر الدين بيسلم عليكم وبيقلكم ادعوا له يا لطيف، وانن بعيد من هون عاملين السبع وزمتها. يقال بان بعض هؤلاء البنات كنا يعني يتبنا الى الله عز وجل من جراء هذا الموقف. فيا اخوان الناس الله يزرع في قلبك او في قلوب الناس اجلالك، محبتك، اكرامك، بس هذا فضل من الله عز وجل، والا لو الله بيكشف السرائر. سيدنا أبو بكر يقول لو يعلم الناس من أبو بكر لما نظروا إليه، الله لو بيكشف فيك سرائر الناس ما بتطلع عليك بنور. بس من جميل ستره أنه ينشر خيرك بين الناس ويخفي عنهم شرورك.